قضية الصحراء المغربية هي من القضايا المعقدة حقيقة والشائكة، وسبب التعقيد أمور كثيرة، لعل من أبرزها غياب المعلومة الصحيحة على فترات كثيرة. الكتب والمؤلفات والوثائق التي نشرت عن تاريخ الصحراء المغربية قليلة، وهذا أدى إلى لبس كبير جدا عند كثير من الناس سواء في المغرب أو في غيرها من بلاد العالم الإسلامي المطلع على هذه القصة. بالإضافة إلى أن الاستعمار الغربي بشكل عام كلما دخل إلى بلد حرص عند الخروج منها أن يترك بعض المشكلات التي تسمح له بالدخول مرة أخرى، وترك بعض الأمور يعني بنوع من ضياع الفكرة أو ضياع المعلومة أو غياب الوضوح في الحدود أو أشياء كثيرة يتركها، بحيث يظل هناك صراع دائم على الأرض التي كان يحتلها قبل ذلك. وبالتالي يحتاج الناس دائما إلى العدو الذي كان يحتل البلاد، يحتاجون إليه لفض نزاعاتهم ومشاكلهم، وهذا ما نراه إلى حد كبير في معظم البلاد التي احتلت من قبل المستعمر الغربي. برضو أضاف إلى المشكلة دخول القوى العالمية المختلفة في حلبة الصراع. حتى الدول التي لم يكن لها ناقة ولا جمل في القضية دخلت في الموضوع، دخلت أمريكا ودخلت روسيا ودخلت يعني قوى خارج الصراع مطلقا، دخلت لأنها تفرض هيمنتها على معظم الأحداث التي تجري في العالم. كل ذلك أدى إلى تعقيد شديد جدا وإلى اختلاف وجهات النظر بين أطراف كثيرين كانوا يشتركون في هذه القضية أو هذه المسألة. عشان نفهم الأصل أو نفهم القصة فهما دقيقا، لابد من العودة إلى الجذور. دراسة التاريخ هي ليست دراسة ترفية، إنما هي شرح القصة من بدايتها، يوضح الرؤية عند كثير من الناس، وبالتالي يتضح الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ويدرك الناس أين الحقيقة. قصة الصحراء المغربية لعلها بدأت منذ مؤتمر برلين. مؤتمر برلين ده كان سنة 1884 ميلادية، يعني في القرن آخر القرن ال19، وهو مؤتمر مهم نحتاج إلى دراسة وافية عن مجرياته وعن أحداثه. في مؤتمر برلين اجتمعت الدول الاستعمارية الأوروبية الكبرى ممثلة في بريطانيا وفي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال، اجتمعوا لكي يقسموا أفريقيا على هذه الدول الاستعمارية 6، ووضعوا خريطة أفريقيا وبدأوا في تقسيم هذه القارة بكاملها عليهم. وهنأتي إلى بعض التفصيلات المضحكة حقيقة في هذا المؤتمر، لكنها تمت ونفذت. وعلى فكرة مؤتمر برلين هو يعتبر من أنجح المؤتمرات الاستعمارية قاطبة، لأن معظم توصيات المؤتمر نفذت على أرض الواقع بعد ذلك، مع أنها كانت توصيات تخص مقدرات دول كاملة وقارة كاملة، لكنها نفذت على أرض الواقع في ظل غياب كبير جدا للأفارقة عن الساحة في ذلك الوقت. نرجع بالتاريخ يعني عدة سنوات قبل ذلك، فرنسا عندما دخلت إلى هذا المؤتمر دخلت في حوزتها دولتان إفريقيتان كبريتان، وهي دولة الجزائر سنة 1830 احتلت من قبل فرنسا، وفي سنة 1881 احتلت تونس. فكان واضح ان الدور الجاي على المغرب، يعني خدت الجزائر 1830، خدت تونس 1881، هنا فزع السلطان المغربي اللي كان بيحكم البلاد في ذلك الوقت، كان السلطان الحسن الاول، وحكم المغرب من سنة 1874 لسنة 1894، هذه الاحداث تمت في زمانه. فزع الى بريطانيا وحاول ان ينسق مع بريطانيا الحماية للمغرب ضد الاطماع الفرنسية، لان خلاص قربت جدا فرنسا من المغرب. لكن انجلترا بعد ما تواعدت معه التفت واتفقت مع فرنسا، وده شيء متوقع وطبيعي، اتفقت مع فرنسا ان تغض بريطانيا الطرف عن دخول فرنسا الى المغرب في سبيل ان تغض فرنسا الطرف لبريطانيا لدخول مصر. وبالفعل دخلت بريطانيا مصر سنة 1882 وما تكلمتش فرنسا، وبالتالي اصبح الطريق مفتوحا لفرنسا لدخول المغرب. فدخلت المؤتمر مؤتمر برلين بهذه النفسية وهذا التفكير على أن المغرب حق كامل لدولة فرنسا. في أثناء المؤتمر حصل نزاع ما بين فرنسا وأسبانيا على المغرب، يعني كل واحدة من الدولتين عايزين ياخدوا المغرب، واتفق في داخل المؤتمر على تقسيم المغرب بينهما. انظر، نحن نتكلم عن دول وعن شعوب وعن مقدرات يعني لقارة كاملة، بالنسبة للمغرب حصل صراع وصدام بين فرنسا وأسبانيا، ولم يتفق إلا بالتقسيم، أن تقسم المغرب على الدولتين. إزاي التقسيم ده؟ ما تمش آلية في ذلك الوقت للتقسيم. بدأوا يقسموا بقية أفريقيا. اعترض إمبراطور ألمانيا في ذلك الوقت وكان يريد أن يأخذ طنجة. طنجة طبعا الميناء المغربي المهم للغاية، فكان عايز يأخذ طنجة. فتخيلوا، انظروا إلى هذا الذي يحدث على في هذا المؤتمر للدول الإفريقية.
فاسكتوه باعطائه الكونغو. قالوا لا خلاص ما تاخدش طنجة، لان طنجة هتخش المانيا هتبوظ الحزب في داخل المغرب، يبقى في ثلاث دول في داخل المغرب، فاحسن نديك الكونغو. وقبل وخد الكونغو، يعني خد دوله، يعني رضوه بدوله من دول افريقيه، وسكت امبراطور المانيا في ذلك الوقت. طنجة في ذلك الوقت كانت تدار بمجلس فرنسي اسباني، مع ان هي كانت في ظل السياده المغربيه، لكن كان تدار بظل مجلس فيه عده يعني نواب، وكان معظم هؤلاء النواب يتبعون لفرنسا ولاسبانيا، فالوضع فيها ايضا ما كانش مستقر في داخل طنجة نفسها. في سنه 1884 بعد مؤتمر برلين بقليل للغايه، في نفس السنه بتاعت مؤتمر برلين بعده بعده شهور او عده ايام بعد ما انتهى المؤتمر مباشره، اسرعت اسبانيا بنزول الى الصحراء المغربيه. في ذلك الوقت دولة المغرب كانت تشمل، وتاريخ يعني يذكر ذلك في يعني كتبه وفي أوراقه، كانت دولة المغرب تشمل المغرب الآن الحالية والصحراء المغربية وموريتانيا، كل ده كان دولة واحدة يعني تابع لدولة المغرب. ما كانش الحدود بالوضوح المعروف الآن، وما كانتش العلاقة ما بين القبائل التي تعيش في الصحراء في الصحراء المغربية وفي موريتانيا بنفس قوة العلاقة الموجودة ما بين الدول بين المدن المغربية المختلفة والسلطان المغربي الحسن الأول في ذلك الوقت، لكن كانت تتبع لدولة المغرب، وعند حدوث أزمة من الأزمات كانوا يتجهون إلى السلطان المغربي لحل الأزمات والمشاكل التي تحدث بينهم. فكانت هذه دولة واحدة كبرى اسمها دولة المغرب، المغرب الأقصى، اللي بتشمل كل هذه المساحة الغربية من أفريقيا. فلما دخلت أسبانيا بأساطيلها دخلت في دولة المغرب، دخلت في الصحراء المغربية، وهذا أثار حفيظة فرنسا، لأن فرنسا متفقة على تقسيم المغرب اللي هي نزلت الآن فيها أسبانيا، متفقة على تقسيم المغرب مع دولة أسبانيا، فأثار ذلك حفيظة فرنسا وبدأت في جدال وصراع مع أسبانيا، صراع دبلوماسي ما بين الوزراء والملوك. وظل هذا الصراع حوالي 16 سنة ما بين فرنسا وما بين أسبانيا على قضية الصحراء المغربية التي نزلت فيها أسبانيا، لأن فرنسا ترى لها حقا فيها. واتفقوا في النهاية سنة 1900 بعد صراعات طويلة جدا دبلوماسية كما ذكرنا على الاعتراف، اعترفت فرنسا بأحقية أسبانيا في الصحراء المغربية. الكلام ده كان سنة 1900. في هذه الأثناء سنة 1894 كان مات السلطان الحسن الأول وتولى من بعده ابنه عبد العزيز ابن الحسن الأول، تولى من سنة 1894 وفضل قاعد معنا لحد سنة 1907، يعني حوالي 13 سنة. في زمانه اعترفت فرنسا بملكية الصحراء المغربية اللي هي أصلا كانت عايزة تقسمها مع أو تقسم المغرب كلها مع أسبانيا لأسبانيا، وبالتالي بدأت فرنسا تبحث لها عن مكان جديد في الدولة المغربية. خلي بالنا ان في مؤتمر برلين قسموا افريقيا كلها، لم يتركوا فيها جزئيه واحده، فدوله المغرب التي كانت تشمل المغرب والصحراء المغربيه وموريتانيا كلها كانت بين فرنسا وموريتانيا، وبقيه العالم بقيه افريقيا توزعت كلها، كل واحد خد جزئيه من الجزئيات. في هذا الوقت لما لقت فرنسا ان خلاص الموضوع خرج من ايديها بالنسبه للصحراء المغربيه، نزلت سنه 1902 الى موريتانيا اللي هي كانت الجزء الجنوبي من المملكه المغربيه، ونزلت باساطيلها واحتلت موريتانيا سنه 1902. موريتانيا يعني ارض المسلمين باللغه الاسبانيه، فنزلت الى موريتانيا واحتلتها، وبالتالي بدا كل الدولتين الاستعماريتين يتصارعوا على قضيه اجزاء المغرب المختلفه. لما حصل هذا الاحتلال حصل عدة ثورات طبعا وعدة مقاومات عسكرية في الصحراء المغربية وفي موريتانيا وفي طبعا اللي هي جنوب المغرب في ذلك الوقت، ما كانتش لسه تعرف باسم موريتانيا كدولة، عمرها ما أعلنت كدولة مستقلة، مش هتعلن دولة مستقلة إلا بعد خروج فرنسا تماما من موريتانيا سنة 1960، لكن قبل كده ما كانش فيه في التاريخ دولة بهذا الاسم، إنما كانت تابعة للمملكة المغربية. في هذا الوقت حصل عدة ثورات في المغرب لخروج المستعمرين من الصحراء المغربية ومن موريتانيا، وكان قائد هذه الثورات شيخ جليل جدا من شيوخ الصحراء المغربية، وهو الشيخ ماء العينين ابن محمد فاضل القلقمي، وهذا من العلماء والفقهاء، وكان صاحب حركة جهادية إسلامية واضحة، وقاوم مقاومة كبيرة جدا حتى يعني أنهك الجيش الأسباني بشكل ملموس، وكذلك أنهك الجيش الفرنسي في جنوب المملكة المغربية في موريتانيا، واضطر في النهاية إلى تأسيس مدينة جديدة في عمق الصحراء اسمها مدينة السمارة، وهذه المدينة اللي كان يجذب إليها المجاهدين من أطراف مختلفة للقيام بحركات الجهاد المتتالية ضد المستعمر الأسباني ثم المستعمر الفرنسي.
وحاول ان هو يستعين بسلطان عبد الحفيظ، سلطان عبد العزيز ابن الحسن الاول، وامده احيانا ببعض القوات، لكن تلقى تحذير مباشر من فرنسا بعدم التدخل في منطقه الصحراء المغربيه. طبعا الوضع كان في حاله من الضعف الشديده في العالم الاسلامي بشكل عام وفي افريقيا ايضا كلها، وكان العالم الغربي بيقتسم زي ما احنا شايفين. العالم الاسلامي ما عندناش القدره الكافيه على الرد على هذه الانتهاكات الصارخه لحقوقنا والارضنا ولمقدساتنا وكل مقدرات الدوله. في سنه 1906 تطور الموضوع تطور كبير جدا عندما دخلت فرنسا الى وجده في اقصى شرق المملكه بالقرب من حدود الجزائريه واحتلت وجده، والتفت الاساطيل الفرنسيه واحتلت الدار البيضاء من الاطلسي، واصبح دخول فرنسا الى المغرب امر واقع في شمالها. وفرنسا واسبانيا شهدت هذا الموضوع فدخلت بجيوشها الى منطقه الريف المغربي، فاصبحت اسبانيا تحتل منطقه الريف المغربي، واصبحت فرنسا تحتل شرق المغرب مع الدار البيضاء مع اقصى الجنوب اللي هي منطقه موريتانيا. فبدات القوى الاستعماريه الاثنين يتصارعوا مع بعضهم على ارض المسلمين في المغرب. في ذلك الوقت حصل ثوره كبيره سنه 1907 على السلطان عبد الحفيظ عبد العزيز ابن الحسن الاول نتيجه عدم قدرته على رد هذا الهجوم الاستعماري الكبير، وهرب او خلع السلطان عبد العزيز وولي مكانه اخوه السلطان عبد الحفيظ ابن الحسن الاول، وهذا تولى من سنه 1907 لسنه 1912 خمس سنوات، وحاول ان هو يرد القوى الاستعماريه، فرض الكثير من الضرائب على الشعب المغربي حتى يستطيع ان هو يجهز الجيوش، لكن هذه الضرائب اثقلت الشعب بشكل كبير جدا، وفي النهايه حصل نوع من الصدام بينه وبين شعبه، وحاصر الشعب السلطان عبد الحفيظ في مدينه فاس سنه 1911، ودخلت فرنسا لحمايه السلطان، ونقل السلطان بعد ذلك الى مدينه طنجه. ومدينة طنجة في ذلك الوقت كانت فعلا تدار بمجلس كبير فيه 26 نائب، 22 نائب يعينهم فرنسا وأسبانيا، وثلاث نواب يعينهم السلطان، ونائب يعينه الحاخام اليهودي في المغرب. فالوضع طبعا كان متردي للغاية. حصل ان هو السلطان عبد العزيز وثم السلطان عبد الحفيظ الاثنين توجهوا لطنجة في حماية فرنسا وأسبانيا، وولي على البلاد في ذلك الوقت أخوهم الثالث السلطان يوسف ابن الحسن الأول، اتولى من سنة 1912 وظل إلى سنة 1927، يعني حوالي 15 سنة متتالية. في هذه الأثناء دارت الحرب العالمية الأولى، كانت من سنة 1914 لسنة 1918، وحصل نوع برضو من الهدوء النسبي في هذه الفترة نتيجة انشغال فرنسا بالحروب الحرب العالمية الأولى، حرب عالمية كبيرة على مستوى العالم. ولكن في سنة 1919 قامت ثورة كبيرة جدا في المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي، الأمير عبد الكريم الخطابي رحمه الله، من كبار المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية، ولكنه ما لبث أن توفي. وبعد أن مات حمل اللواء من بعد ابنه القاضي المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، وأوجع الجيش الأسباني على وجه الخصوص في ثورات متعددة كثيرة للغاية، وانتهى الأمر باعتقاله ونفيه عن البلاد في سنة 1925 إلى جزيرة رينيون في المحيط الهندي. وتأزم الموقف بشكل كبير، يعني أصبحت الأمور إلى حد كبير مستقرة للأعداء في داخل الدولة المغربية، وكان شكل المغرب مقسم بطريقة غريبة جدا، شرائح، شريحة الأولى شريحة الريف المغربي أسبانية، ثم الشريحة التي تتلوها شريحة الشمال المغربي وهي شريحة فرنسية، ثم الشريحة الثالثة الصحراء المغربية أسبانية، ثم الشريحة الرابعة موريتانيا فرنسية، يعني اسبانيا فرنسا اسبانيا فرنسا. وحصل صراع كبير جدا بين الدولتين الاستعماريتين على ارض المغرب على الحدود بينهم، وكان هذه الارض ملكا لهم، حصل بينهم نوع من الصراع على هذه الحدود، ودارت بينهم بعض المناوشات العسكريه على ارض المغرب. كل ده كان تشهد ارض المغرب ثورات وصدمات مع المحتل، سواء في منطقه المغرب في شمالها او في الصحراء المغربيه او في جنوب المغرب في موريتانيا. ولعل من اكبر المعارك التي دارت في ام التونسي موقعه حول نواكشوط، وكانت مع الجيش الفرنسي، وكانت من المواقع الكبيره جدا في هذه المنطقه. سنه 1927 توفي السلطان يوسف وخلفه ابنه محمد الخامس ابن يوسف ابن الحسن الاول، وبدا الحكم من سنه 1927 واستمر حكمه الى سنه 1961 تقريبا، يعني حوالي 34 سنه. في هذه الفتره زادت الثورات بشكل كبير في المغرب، واحتدمت جدا الثورات في سنة 1952. طبعا
في هذه الفترة اللي مرت بينا مع الحروب العالمية الثانية الكبيرة جدا من سنة 1939 لسنة 1945. في هذه الحروب دخلت فرنسا ودخلت انجلترا هذه المعارك، وحصلت صدمات ضخمة جدا، حتى اسبانيا تأثرت بالحرب ودخل هتلر الى هذه المناطق، ويعني حصل نوع من الحرب العالمية الضارية، مات اعداد هائلة جدا من الجنود واعداد هائلة جدا من المدنيين، وحصل تدمير للبنية التحتية في معظم الدول المشتركة في الحروب، حتى الدول المنتصرة في الحرب، ليست فقط المانيا ولكن الدول المنتصرة في الحرب ايضا دكت حصونها وهدمت ديارها ومات عدد كبير من جيشها. فخرجت الجيوش من هذه المعارك منهكة للغاية، انتهت المعارك سنة 1945، وحتى الدول المنتصرة خرجت منهكة وسلمت الراية. الراية قبل الحرب العالمية الأولى، قبل الحرب العالمية الثانية، كانت غالبا في يد فرنسا وإنجلترا على مستوى العالم، لكن بعد هذه الحروب انهكت جدا قوى بريطانيا وقوى فرنسا، وصارت الراية في العالم مسلمة لأمريكا والاتحاد السوفيتي. وبالتالي بدأت تتقلص الإمبراطورية الإنجليزية الضخمة الهائلة وكذلك الإمبراطورية الفرنسية، وبدأت تتناقص الأرض من حولهم، فبدأت تتحرر الشعوب هنا وهناك. هذه الفترة اللي عاقبت فترة الحرب العالمية الثانية هي التي شهدت معارك التحرير المختلفة في معظم دول العالم، ليس فقط في أفريقيا ولكن في كل بلاد العالم، لأن الحرب العالمية الثانية هزت القوى الاستعمارية بشكل كبير جدا، وبالتالي بدأت الشعوب تتخلص من المستعمرين. فمن ضمن الشعوب التي يعني نعمت بالحريه في ذلك الوقت كان الشعب المغربي. سنه 1952 قامت ثوره كبيره جدا في المغرب، وكانوا يضعون صوره يعني السلطان محمد الخامس كنوع من الرمز، بيلتفون حوله في ذلك الوقت، ولاحظت هذا فرنسا وقامت بعزل السلطان محمد الخامس وتوليه رجل اخر كان اسمه محمد بن عرفه. وحصل نتيجة هذا الأمر احتدام أكبر للثورة زادت بشكل كبير، فاضطرت فرنسا إلى نفي السلطان محمد الخامس وابنه الحسن الثاني، فنفيوا الاثنين إلى جزيرة كورسيكا ثم بعد ذلك إلى مدغشقر. وبعد هذا النفي زادت الثورة أكثر وأكثر وعرفت بثورة الملك والشعب. ثم اضطرت فرنسا إلى إعادة السلطان محمد الخامس وابنه بعد ذلك من النفي، وفي سنة 1956 اضطرت فرنسا واضطرت أسبانيا إلى الخروج من الأراضي المغربية الشمالية. خرجت فرنسا من شمال المغرب، وخرجت أسبانيا من الريف المغربي، وظلت أسبانيا في الصحراء المغربية، وظلت فرنسا في موريتانيا. وهدأت الأوضاع إلى حد كبير في الشمال المغربي، والتفت الناس إلى إعادة البنيان مرة ثانية في هذه المنطقة الشمالية من المغرب. استمرت الثورات في الصحراء المغربية وفي منطقة موريتانيا في منطقة الجنوب المغربي. في سنة 1958 عقدت أسبانيا مع فرنسا اتفاقية دفاع مشترك ضد الشعب المغربي الموجود في الصحراء المغربية والموجود في موريتانيا. حصل نوع من الاتفاق بينهم لقمع الثورات المسلحة التي تدور عليهم هنا وهناك، وبالفعل حصل نوع من القمع الشديد للثورات في منطقة الصحراء المغربية، فخمدت المقاومة لمدة 10 سنوات كاملة من سنة 1958 لسنة 1968 تقريبا. لكن في موريتانيا استمر الصدام، وأدى هذا الصدام إلى تحرير الجزء الجنوبي من المملكة المغربية اللي هو موريتانيا سنة 1960، وخرجت فرنسا، ولكن عند خروجها أعلنت موريتانيا استقلالا تاما كاملا عن المملكة المغربية ودخلت كدولة مستقلة، وطبعا ده كان برضو بتأييد فرنسي. وعلى فكرة فرنسا موريتانيا بعد كده لما بدأت تحارب في الصحراء المغربية بعد هذه الأحداث بقليل، بعدها بسنة واحدة أو سنتين، كانت تحارب طيران فرنسي في ذلك الوقت، وده شيء من اللافت للنظر في كل القارة الأفريقية، وهي علامة غريبة جدا. كل الدول اللي كانت مستعمرة أفريقيا بعد ما خرجت أي أزمة تحصل في داخل أفريقيا يذهبوا إلى الدولة التي كانت تحتلهم والتي كانت تستعبدهم وتبيع البلاد بما فيها فيذهبون إليها. هذا رأيناه في موريتانيا، رأيناه في السنغال، رأيناه في ساحل العاج، رأيناه في معظم الدول التي وإلى الآن نرى مثل هذه الظروف. عندما تحدث مشكلة في أحد هذه البلاد يذهبون مباشرة إلى الدولة التي كانت تحتلهم لتحل لهم هذه المشكلة بشكل عالمي، وهذه طبعا من مآسي العصر الذي نعيش فيه. فحصل استقلال، أعلنت استقلال موريتانيا عن الكيان المغربي الكامل، وخلاص اعترفت بها دول العالم المختلفة وأصبحت دولة مستقلة، وبدأت القصة تبقى في قصة الصحراء المغربية. ولجأ سنة 1961 توفي السلطان محمد الخامس وتولى الملك الحسن الثاني البلاد، ولجأ إلى الأمم المتحدة لمحاولة حل قضية الصحراء المغربية المحتلة من قبل أسبانيا من سنة 1884 إلى هذا الوقت. طبعا الأمم المتحدة يعني أمم متحدة يا إخوانا، الأمم المتحدة يعني الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية،
يعني عملت كيان سماته الأمم المتحدة لا يهدف هذا الكيان إلا لترسيخ مصالح وأطماع الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، لدولة الاتحاد السوفيتي تحديدا ودولة أمريكا، وبالإضافة إليهم فرنسا وبريطانيا. والاتحاد السوفيتي ضغط عشان يدخل الصين، ما يبقاش كل المعسكر غربي في الأمم المتحدة. فأصبحت هذه الخمس دول هي المؤسسة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن يجري قرار من القرارات في هذه الدنيا بموافقة الأمم المتحدة إلا إذا وافقت هذه الدول الخمسة اللي هي الدول الاستعمارية الكبرى في العالم في ذلك الوقت. وهذه الدول مع حق الفيتو كما يقولون، وحق الفيتو يعني أن أي قرار بيتاخذ في داخل الأمم المتحدة لا وزن له ولا قيمة له إن اعترضت الدولة من هذه الدول. فأي قيمة لهذا الكيان وأي معنى له؟ يعني هذا الكيان يصدر قراراته بدل ما كان بيسيطر على عدة دول في العالم، جاءت فكرة شيطانية أن يعمل يعني كيان كبير يضم كل دول العالم، وبالتالي تسري كلمة الدولة الاستعمارية الآن ليس على دولة معينة أو دولتين أو عشرة، ولكن على العالم أجمع، ويصبح طاعة مثل هذا الكلام هي طاعة دولية ونوع من التنسيق العالمي للتعاون بين الشعوب. وكلام كتير جدا يقال في هذا الموضوع، وهو يضحكون به على الشعوب المسكينة والضعيفة في شتى أرجاء العالم كله، العالم الإسلامي وغير الإسلامي كله يعاني من وجود الأمم المتحدة صاحبة الأغراض والأهواء، وكلنا يرى الأثار السلبية الشديدة التي نعاني منها في كل مكان. حتى عندما يقومون بنوع من الإغاثة والنجدة، يعني الأمم المتحدة تقوم ببرامج إعطاء غذاء وإعطاء كساء وإعطاء معونات والوقوف على الحدود، من الذي صنع هذا؟ من الذي صنع مشكلة في الغذاء هنا؟ ومن الذي صنع مشكلة في الكساء هنا؟ ومن الذي وضع مشكلة في الحدود هنا؟ هم الذين فعلوا ذلك الأمر. فاللجوء إلى هذا الكيان لا معنى له بالمرة. الدول التي يعني احتلت غيرها بالقوة لا تخرج إلا بالقوة، وهذا يعني كلام التاريخ يصدقه والواقع يصدقه. 1000 سنة ولا 2000 سنة مع الأمم المتحدة لن تحل القضايا، لأن الذين يمسكونها يفتقرون تماما إلى النزاهة، وكلنا يرى ذلك ويصدقه ويعلمه. فلجأنا للأمم المتحدة سنة واثنين وثلاثة وعشرة ما فيش فايدة، لكن المقاومة عادت من جديد في الصحراء المغربية في سنة 1968، ثم اشتدت بقوة سنة 1970، وحصل انتفاضة كبيرة جدا في الصحراء المغربية اسمها انتفاضة الزملة. وفي هذه الأوقات أنهك الجيش الأسباني بشكل كبير للغاية، وطبعاً احنا شايفين فرنسا خلاص خرجت وبريطانيا خرجت من دول كثيرة كانت محتلياها، وأصبحت أسبانيا تتشبث بأي شيء في هذه المنطقة. طبعاً أسبانيا كان عندها زمان يعني ممالك هائلة، وكان عندها أساطيلها كانت تجوب العالم أجمع، وكانت القوة رقم واحد في العالم في القرن 17 الميلادي. فذكريات طويلة جداً تحاول أن تحافظ عليها، لكن خلاص الأرض تتناقص من حولها والأزمة تشتد، والوضع يعني بدأ يعني يتقلب عليها في الصحراء المغربية. سنة 1973 أسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وهي الكلمة لما تقولها بالأسباني مختصر الحروف الأولى منها تدي كلمة البوليساريو، فهي تأسيس جبهة البوليساريو، الجبهة الشعبية لتحرير إقليم الساقية الحمراء وإقليم الذهب. إقليم الساقية الحمراء اللي هو التلتين الشماليين من الصحراء المغربية، وإقليم الذهب هو التلت الجنوبي من هذه الصحراء. حصل تأسيس هذه الجبهة، وبمجرد ما أسست بدأ نشاط عسكري مباشر مع العدواء مع العدو الأسباني، وحصل نوع من الإنهاك الشديد له، واضطر في النهاية في سنة 1975 أن يقبل بالخروج من الصحراء المغربية. لكن قبل ما يخرج لازم يعمل لنا مشكلة في الصحراء المغربية عشان نفضل نعاني منها لحد سنة 2010، والله أعلم لحد سنة قد إيه المشكلة ممكن تستمر. فراحت أسبانيا جمعت في اتفاق اسمه اتفاق مدريد، جمعت المغرب وموريتانيا في هذا الاجتماع، وقالت هذه الأرض لكما، للمغرب ولموريتانيا. إيه دخل موريتانيا في القصة ما نعرفش، بس هي دخلتها عشان يحصل نزاع مستمر في هذه المنطقة قلاقل لا تنتهي، وبالتالي يمكن لأسبانيا في يوم من الأيام أن تعود من جديد للدخول إلى هذه الأراضي. وقعد الزعماء من دولتين في مدريد واتفقوا على هذا الأمر، الكلام ده كان في سبتمبر سنة 1975. وبعد هذا الاجتماع خرجت يعني بتجهزت الجيوش الأسبانية للخروج من أسبانيا، وأصبح فعلا خروجها أمر وشيك عدة شهور وتخرج. أسرعت المغرب وموريتانيا بعد هذا اللقاء، بعد هذا الاتفاق في مدريد، أسرعوا إلى الأمم المتحدة وإلى محكمة العدل للحكم في قضية الصحراء المغربية. في يوم 16 أكتوبر سنة 1975 يعني بعد اتفاق مدريد بشهر واحد، أصدرت المحكمة العدل القرار بأن القضية لابد أن يستفتى فيها أهل المغرب أو أهل الصحراء المغربية، وده قرار في منتهى الخطورة. وما تصدر لنا الأمم المتحدة ولا محكمة العدل إلا القرارات التي تهدف إلى مصالحها، إلى مصالح الأمم المتحدة وليس إلى مصالح الشعوب. وهذه الفكرة فكرة شيطانية تهدف إلى
تقسيم العالم الإسلامي أو تقسيم العالم الثالث بشكل عام إلى قطع صغيرة. طبعا لو أنت تعمل استفتاء في المنطقة، كل هات أي منطقة وعمل لها استفتاء أن هي تنفصل، عندها بعض المقدرات، بعض الإمكانيات، بعض الشواطئ، بعض الأموال، بعض الكنوز في الأراضي، بعد كده كل فريق عايز ينعزل عن غيره ويحمل راية ويرفع علما ويبقى اسمه دولة مستقلة فيها رئيس وفيها وزراء وفيها أمراء وتوزع ثروات على عدد قليل من السكان. خلي بالك إن الصحراء المغربية سكانها قليلون للغاية، يعني حتى في إحصاء سنة 2005 وإحصاء حديث سكان الصحراء المغربية 373,000، يعني 3 مليون فقط في سنة 2005، وكثير منهم سنة 2005 دولت هاجروا من شمال المغرب إلى مدينة العيون وإلى غيرها في الصحراء المغربية، ليسوا أصلا من سكان الصحراء المغربية. فعدد السكان في الصحراء قليل للغاية، فانفصالها كدولة وتشجيع الأمم المتحدة ومحكمة العدل على هذا الأمر ما هو إلا هدف لتفتيت العالم الإسلامي أكثر وأكثر، مع علمهم التام بالأصول التاريخية والأصول القانونية لهذه الأراضي، وأن الأراضي بما فيها جنوب هذه الأراضي بما هو موريتانيا كان جزءا من المملكة المغربية ليس من زمن بعيد ولكن في القرن الماضي فقط. فحصل في 16 أكتوبر هذا القرار، وانزعج طبعا المغاربة لهذا الموضوع، وبالتالي قام السلطان قام الملك الحسن الثاني بالدعوة إلى المسيرة الخضراء، وخرجت بالفعل المسيرة الخضراء عبارة عن مسيرة مكونة من 350,000 مغربي قطعوا المغرب من شماله إلى مدينة العيون أو دخلوا إلى الصحراء المغربية، والكلام ده كان في يوم 5 من نوفمبر سنة 1975، يعني بعد قرار الأمم المتحدة بحوالي أقل من شهر. وقعدت 4 أيام هذه المسيرة من 5 نوفمبر 1975 ل 9 نوفمبر 1975 وعادت من جديد إلى المغرب، وطبعا ده كان نوع من الإعلان إلى مغربية هذه الصحراء بطريقة سلمية. وصلت المسيرة ثم عادت مرة ثانية إلى المغرب في 12 يناير سنة 1976، يعني بعد الأحداث دي بشهرين فقط، خرجت الجيوش الأسبانية. ولما خرجت الجيوش الأسبانية أسرعت المغرب وموريتانيا إلى اقتسام الصحراء المغربية، وحصل بينهم ما يسمى باتفاق المبادئ، وقسموا الصحراء المغربية إلى 2/3، 2/3 الشماليين اللي هو إقليم الصقيع الحمراء مع المغرب، والتلت اللي فاضل مع الجنوبي مع موريتانيا. طبعا إحنا ده برضو فيه يعني غياب رؤية، لأن إحنا من الأول كنا نقول الصحراء كلها مغربية، فلماذا نقبل بهذا التقسيم ونقر به؟ فكان حصل هذا الخطأ وقسمت حقيقة الصحراء المغربية، واستقر الجيش المغربي في الصحراء المغربية الشمالية، واستقر الجيش الموريتاني في الصحراء المغربية الجنوبية في إقليم الذهب. طبعا هذا الوضع لم يعجب جبهة البوليساريو اللي هي أصلا من سكان الصحراء المغربية، لما قاموا بالعمليات العسكرية ضد الجيش الأسباني من سنة 73 لسنة 75، فردت على ذلك الأمر بإعلان ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية الشعبية، وكان هذا الإعلان في يوم 26 فبراير سنة 1976، يعني بعد هذه الأحداث بشهر ونصف تقريبا أعلنت الجمهورية الصحراوية. أين أعلنت هذه الجمهورية؟ أعلنت في تندوف في الجزائر، وتندوف أصلا أرض مغربية، وكانت هذه الأرض المغربية ضمتها فرنسا إلى الجزائر، واحنا مرينا على هذه المنطقة دون أن نتحدث عنها. منطقة تندوف هذه حصل فيها مشكلة كبيرة في سنة 1963 عندما تحررت الجزائر 1962، طلبت المغرب بالأرض المغربية التي احتلتها فرنسا وضمتها للجزائر لأرض تندوف، فطلبت بها فرفضت الجزائر إعطاء هذه الأرض إلى المغرب، وبالتالي دارت حرب كبيرة ما بين الجيشين المغربي والجزائري على هذه المنطقة في تندوف. الكلام ده كان سنة 1963 بعد تحرر الجزائر بسنة واحدة، وكانت حرفت بالتالي بحرب الرمال، وكانت حرب كبيرة، وتدخل العالم العربي في ذلك الوقت وأوقفت الحرب، لكن طبعا شحنت الدولتان ضد بعضهما البعض بشكل كبير جدا. وكان الأولى طبعا والأول أفضل أننا بعد خروج الاستعمار من العالم الإسلامي والعربي أن يحصل نوع من الالتفاف والاتحاد بيننا وبين بعضنا البعض، لأنهم ما دخلوا عندنا إلا عندما تفرقنا وتشرذمنا، فكيف نسعى إلى تشرذم جديد بمجرد خروج الاستعمار؟ هذا كان فيه غياب للرؤية كبير، وللأسف ما زلنا نعاني من أثاره إلى زماننا الآن. شحنت الجزائر بشكل كبير جدا ضد المغرب نتيجة هذه الحرب، ونتيجة يعني المطالبة المغربية المستمرة بإقليم أو بمحافظة تندوف في جنوب في شرق المغرب وفي جنوب الجزائر. وحصل نوع من الصراع الدبلوماسي على مدار السنوات المختلفة وتسابق إلى الأمم المتحدة، وطبعا اختلافات الأمم المتحدة حتى بين الأشقاء بين الجزائريين والمغاربة والموريتانيين، كل ده طبعا ده في الآخر أدى إلى نوع من افتقاد الثقة بين الأطراف. فلما أعلنت الجمهورية الصحراوية أنها أنشئت في سنة 76 أوائل 76 فبراير 76، أول دولة اعترف بها كانت الجزائر،
واستضافت دولة وهمية، هي مفيش حاجة اسمها جمهورية صحراوية، ما لهمش أصلا أرض يعيشوا عليها، ده عاملين الجمهورية في دولة تانية. وطبعا في أننا في يوم من الأيام هناخد هذه الأرض ونضمها إلى هذه الكيان بتاعهم. حصل نوع من الرفض الجمهورية الصحراوية لهذا الاتفاق المغربي الموريتاني على اقتسام الصحراء المغربية، وبدأت الحروب مباشرة. يعني هي كانت لسه بتحارب أسبانيا، بعد ما خرجت أسبانيا بدأت توجه السلاح إلى الأشقاء، إلى الإخوة الأشقاء في المغرب وفي موريتانيا، وفي موريتانيا. وهذا طبعا شيء يعني يدمي القلب حقيقة. وطيب أروح الأول موريتانيا حاربها ولا أروح الأول المغرب؟ اختاروا الطرف الأضعف اللي هو موريتانيا، وبالفعل هاجموا نواكشوط نفسها. ومن أهم هذه المعارك التي خاضوها معركة 9 يونيو سنة 1976، يعني بعد عدة شهور قليلة جدا من تأسيس الجمهورية الصحراوية. وقتل في هذه المعركة مصطفى السيد الذي كان يرأس الجمهورية الصحراوية في ذلك الوقت. لكن طبعا وضح لموريتانيا أن في مشكلة كبيرة هتواجهها، مشكلة الهجوم المستمر الذي وصل إلى العاصمة. وطبعا إحنا بنقول أن في دول بتنفصل لا تملك مقدرات الدولة، يعني إزاي كيف يطالب الآن المجتمع الدولي أهل الصحراء المغربية بإجراء استفتاء وهم يحرصون على ذلك الأمر للانفصال أو عدم الانفصال، تكوين دولة سكانها 373 ألف مواطن، كيف يعقل هذا في وجود دولة زي دولة المغرب يقترب سكانها من 35 مليون أو لعلهم يزيدون؟ لسه الإحصاءات الحديثة ما أثبتتش بالضبط عدد سكان المغرب قد إيه دلوقتي، بس يعني يقتربون من 35 مليون أو يزيدون على 35 مليون إنسان. فهذا التفتيت واضح المعالم. طب موريتانيا ما استطاعت ان تقاوم الجبهه البوليساريو، وحصل نوع من الانتهاكات الشديده الصارخه حتى سنه 1977 هاجموا ثاني على نواكشوط مره ثانيه حتى بعد مقتل مصطفى السيد، هاجموا مره ثانيه، وبالتالي بدات موريتانيا تحاول ان تعلن التملص من هذه القضيه. وقعدت سنه 79 بوساطه جزائريه مع الجمهوريه الصحراويه او مع قاده الجمهوريه الصحراويه للخروج من اقليم الذهب، انا عايز اخرج من هذا الاقليم ومحدش ايه يدخل بعد كده الارض موريتانيا، ونتفق على هذا الموضوع. وبالفعل خرجت سنة 79 الجيوش الموريتانية من إقليم الذهب اللي هو في جنوب الصحراء المغربية عشان تمهد الطريق لدخول جبهة البوليساريو إليه. لكن بمجرد أن خرجت بعدها بعدة أيام، الكلام ده كان في أغسطس سنة 79، بعدها بعدة أيام دخلت الجيوش المغربية إلى إقليم الذهب معلنة ضم إقليم الذهب إلى التراب المغربي، وبالتالي دخلت منطقة الصحراء المغربية بكاملها في حوزة المملكة المغربية. طبعا الكلام ده ما عجبش جبهة البوليساريو، بدأت تهاجم المغرب وتتسلل إلى داخل البلاد وتقوم بأعمال تخريبية في داخل البلاد، مما أدى إلى إنشاء الجدار الرملي في الصحراء المغربية. بدأ تأسيسه سنة 1980 وانتهى سنة 1987، وبذلك يعني حصل نوع من تقليل لهذه الانتهاكات على الأراضي المغربية. وأهل الصحراء المؤيدون للجمهورية الصحراوية الديمقراطية الشعبية الوهمية هذه هاجروا إلى منطقة تندوف وبدأوا يعيشوا هناك كلاجئين في هذه المنطقة، وهم أصلا من المغاربة أصحاب يعني المنطقة ومن سكانها. في سنة 1988 بعد اتمام هذا الجدار الرملي حصل نوع من الاتفاق ما بين جبهة البوليساريو وبين المملكة المغربية على تهدئة الأمور، لأن أصبح الموضوع ملوش حل عسكري واضح. الكلام ده طبعا حصل بعد إنهاك القوة الشديد للجمهورية أو لما يسمى يعني بالجمهورية الصحراوية اللي اعترفت بها معظم الدول أصحاب التوجه الماركسي الشيوعي، لأن أول ما قامت كان عندها توجه ماركسي وكان سائد في ذلك الزمن في الستينيات وفي السبعينيات، كان هذا التوجه موجود عند دول كثيرة. عشان كده الدول اللي اعترفت بالجمهورية الصحراوية كان معظمهم أصحاب توجه شيوعي، كان طبعا من اولهم كانت ليبيا والجزائر وفيتنام وكوبا وغيرها يعني من الدول التي اعترفت بها وايران. ايران ساعتها طبعا كانت تحت حكم الشاه رضا بهلوي، واعترفت افغانستان وكانت تحت الاحتلال الروسي في ذلك الوقت، يعني دول متعدده. موريتانيا نفسها اعترفت بالجمهوريه الصحراويه سنه 84 بس سحبت بعد كده اعترافها، انما اعترفت نفسها بالجمهوريه الصحراويه سنه 84 بعد 5 من خروجها من اقليم الذهب. سنة 88 نتيجة دخول الجزائر في مشاكل كثيرة داخلية في بلادها، ونتيجة وجود المد الإسلامي الكبير سواء في المغرب أو في الجزائر، ونتيجة إنهاك القوة عند الجمهورية الصحراوية، اتفقت الجمهورية الصحراوية أو ما يسمى بالجمهورية الصحراوية مع المملكة المغربية على اتفاق المبادئ اللي هو قضى بوقف العمليات العسكرية بين الطرفين ومحاولة الوصول إلى حل سلمي. وعدوا في قضية الاستفتاء أنهم يعملوا، وصلوا إلى أن نعمل استفتاء في الصحراء المغربية، لكن مين يعمل الاستفتاء ومين الذي يفتي برأيه؟ أصبح دلوقتي سكان الصحراء المغربية خليط ما بين السكان الذين كانوا يعيشون فيها أيام الاحتلال الإسباني والسكان الذين انتقلوا إليها بعد التحرير من الاحتلال الإسباني وامتلاك الأرض بواسطة المملكة المغربية. فحصل نوع من الاختلاف على من يصوت في هذا الاستفتاء،
ومن الذي يشرف على هذا الاستفتاء؟ ومن الذي له أحقية الإقرار أو عدم إقرار نتائج هذا الاستفتاء؟ وحصل طبعا احنا أصلا في نوع كبير جدا من فقد الثقة بين الطرفين، فحصل تأجيل وتأجيل وتأجيل لحد سنة 99 وما فيش أي حاجة وصلوا لها في قضية الاستفتاء هذه. الكلام ده يعني 11 سنة ما وصلناش لشيء. في سنة 2000 تقدمت فرنسا وأمريكا بمشروع مشترك للأمم المتحدة بأن تقام في الصحراء المغربية منطقة حكم ذاتي تحت رعاية مغربية، حكم ذاتي يقوم به الصحراويون تحت رعاية مغربية. ورفضت الجمهورية الصحراوية هذا الاقتراح، جابت البوليساريو رفضت هذا الاقتراح لأنها ما كانت تثق أن تأخذ حكما ذاتيا تحت رعاية المملكة المغربية، وخاصة أن الذي يرعى القصة كانت أمريكا، وأمريكا طبعا يعني لها مصالحها الخاصة في المنطقة. واستمرت المشكلة مرة ثانية وعادت من جديد جولات المحاولات اللي هي التوفيق ما بين الآراء هنا وهناك. أمريكا توسطت وعملت 5 جولات مختلفة، لعل آخر الجولات كانت السنة دي تقريبا أو السنة أو آخر السنة الماضية، وكلها جولات فشلت ولم تصل إلى نتيجة معروفة. أهل الصحراء جبهة البوليساريو عايزين ياخدوا انفصال أو تصويت على الانفصال في المنطقة، في منطقة الصحراء المغربية، والمملكة المغربية تريد أو تميل إلى قرار الحكم الذاتي تحت رعاية الدولة المغربية، والفريقين ما وصلوش لشيء. وإحنا لازم نقف وقفة ونسأل إيه المشكلة بقى؟ يعني ماذا يعني هذه التداعيات الخطيرة التي تعاني منها الأمة الإسلامية في ذلك الوقت وهذا التقسيم؟ أين الحقيقة في هذه القضية؟ شفنا من بداية القصة أن الأرض مغربية 100%، من بداية القصة أصلا قبل دخول الجيوش الأسبانية أو دخول الجيوش الفرنسية، حتى منطقة موريتانيا كانت تابعة لمملكة المغرب في ذلك الزمن ولعدة يعني عقود وقرون سابقة لهذه الأحداث، وما أعلنت في هذه المنطقة في موريتانيا دولة اسمها موريتانيا على مدار السنوات. لكن يعني قبل المغرب بهذا الموضوع. على فكرة المغرب كان يطالب بضم موريتانيا إلى التراب المغربي، وكان يطالب بهذا في الأمم المتحدة، وموريتانيا طالبت بجزء في الصحراء المغربية حتى تبعد أطماع المملكة المغربية في أرض موريتانيا، فقالت أنا لما أخذ شريط اللي هو إقليم الذهب هذا هيبقى نوع من التأمين للحدود الموريتانية الحديثة اللي هي أعلنت في سنة 1960. ولما دخل الجيش المغربي إلى إقليم الذهب بطل من ساعتها ان هو يطالب بارض موريتانيا، وقبلت موريتانيا بهذا الوضع الاخير الذي استقرت عليه المغرب وموريتانيا. فالارض مغربيه والامم المتحده من ورائها او من امامها امريكا والدول الاستعماريه المختلفه فرنسا واسبانيا وغيرها من هذه الدول تسعى الى تفتيت العالم الاسلامي والى تقطيعه الى قطع صغيره، ولو شاءوا ان يقسموا المغرب ذاتها الى عده اقسام لحاولوا ان يقسموا الشمال الى عده دول. وراجعوا يا اخواننا تاريخ السودان، راجع مشكلة دارفور، راجع مشكلة جنوب السودان، وقريبا تسمعنا مشكلة شرق السودان وعن مشكلة شمال السودان، وراجع العراق وما يحدث في العراق وفصل الشمال العراق اللي يبقى كردي والوسط يبقى سني والجنوب يبقى شيعي. راجع في كل منطقة يدخلون هناك مشروع تقسيم مصر ذاتها إلى 3 دول وبعضهم يقول إلى 5 دول مختلفة. هذه مشاريع معلنة في أحيان ومخفاة في أحيان أخرى وهذا كله يطلع عليه العالم الإسلامي. فأين العقل في هذا الموضوع؟ لماذا يعني لا ننتبه؟ مؤتمر برلين قاعد يقسم العالم الإسلامي والعالم الإفريقي قطعة قطعة، حتى لما دخلت فرنسا، ونسيت أقول لكم في سياق الأحداث، لما دخلت سنة 1906 إلى وجدة ودخلت أسبانيا إلى الريف المغربي، في تحرك الإمبراطور الألماني ليأخذ طنجة، مع أنه كان اتراضى قبل كده بالكونغو، لكن تحرك ليأخذ طنجة. فردوه إزاي؟ سكتوه إزاي؟ ده تحرك بسطول كبير نحو طنجة، مش مقتنع بالكونغو، فادوا له جزء من الكاميرون هدية عشان يسكت، ورجع خد جزء من كامله ورجع. يعني بنتكلم في دول بيديله قطعة من دولة، دولة كاملة، نص دولة، ربع دولة، يعني يقسمون. لماذا؟ لهذه حالة من الضعف، الفرقة الشديدة، فرق تسد. هذا مبدأ يعني انجليزي استعماري اصيل ومعروف. والعالم الان كله الان يسعى الى الوحدة، فاين المسلمون اللي هو الاتحاد جزء لا يتجزأ من ديننا ومن عقيدتنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.